20 على التغطية ديالو لهذه الحملة اللي هي بمناسبة اليوم الوطني للمتبرعين بالدم، وهي فرصة من هذا المنبر اللي كنقدم الشكر الجزيل لجميع المتبرعات والمتبرعين اللي ما كيبخلوش على المرضى اللي هما محتاجين لقطرة دم، واللي الحياة ديالهم كتوقف على هذا الكيس ديال الدم. وكنشكر نادي آفي اللي دائما كنسقوا معاه بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكذلك هنا بكلية الاقتصاد على التعاون ديالهم وعلى المجهودات اللي كيقوموا بها باش ينجحوا هاد الحملات هادو اللي صراحة كنقدروا نعزوا المخزون ديال الدم بهاد الكميات هادي اللي كناخدوها، وهكذا باش كيكون عندنا واحد المخزون كافي لتلبية حاجيات المرضى. وهاد العملية هذه كتكون تحت إشراف المركز الجهوي لتحقن الدم بتطوان. وشكرا. السلام عليكم، معكم شفت بروجي ديال بروجي دون دو سون اللي منظم طرف اسوسياسيون فيتور انجينيور اون كولابوراسيون مع السونتر ديال تحقن الدم بمدينه تطوان. هذه لا دوزيام اديسيون هذا العام. هذا البريمير اديسيون تنظمت في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بتطوان نهار 21 نوفمبر، واليوم لا دوزيام اديسيون اللي منظمينها بكليه الحقوق والاقتصاد بمدينه تطوان. حنا هذا البروجي هذا الهدف منه هو اننا نوفر واحد البيئه اللي مزيانه للناس باش انهم يتبرعوا بالدم، وهكا باش نشجعوا الناس على انهم يعني يقوموا بهذا العمل هذا اللي هو عمل نبيل. يعني كنقوموا ب يعني هذا الاكت هذا كي سوفي دي في، يعني عمل لي مزيان. فكنحاولوا اننا نشجعوا الناس على انهم يجيو وسورتو على انهم ياخذوا واحد لامبريسيون لي مزيانه على لو بروجي باش كيت يتشجعوا يجوا في لي زيديسيون الجايين. شكرا. مناسبه اليوم الوطني للمتبرعين بالدم، قافله تحقن بالدم جات لعنا اليوم الجامعه عبد الملك السعدي باش نتبرعوا حتى حنا بالدم ديالنا لانقاذ الارواح، وكذلك اللي كنعرفوا ديال الخصاص في لي كونتيتي ديال الدم اللي كاينين في المغرب، وسورتو مور الفواجع اللي وقعوا. دونك التبرع ديالنا راه غينقد بزاف ديال الارواح ان شاء الله. كما كتعرفوا اليوم كنخلدوا اليوم الوطني للمتبرعين بالدم، وهي فرصه كما كيعرف المركز دائما بيقوم بحملات الوحده المتنقله. اليوم كنتواجدوا بالمدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بتطوان بشراكه مع جمعيه ابتسامه للمتبرعين بالدم من هذه الحمله باش نعزوا المخزون ديال الدم، وهي فرصه كذلك في هذا اليوم الوطني باش نحييو السخاء ديال كل المتبرعين اللي كيكونوا بالسخاء ديالهم الكرم ديالهم باش يعطيو الدم باش ينقذوا حياه الاخرين، وهي فرصه كذلك لزرع ثقافه تبرع الدم اللي كنقولوا دائما نداء في هذا اليوم ان يكون هناك ديك الروح الوطنيه، الروح ديال التضامن. وبحال اللي شفناها في زلزال الحوز كان واحد الاقبال كبير على التبرع بالدم، فنتمنوا في العام كله يكون تبرع بالدم. علاش؟ لان احنا دائما محتاجين الدم. كما كتعرفوا الدم هي واحد الماده اللي ما كتتبعش وما كتشراش، وإلا ما عطاهاش الانسان الاخر الانسان كتبقى دائما في امس الحاجه ليها. الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال لا قدر الله الانيميا، بعد السرطانات كما كتعرفوا، بعد حوادث السير. اذا في هذا اليوم كنحيوا المتبرعين بالدم اللي كيجيو بسخاء، ونتمنوا نكسبوا ناس جداد وشباب جداد يجيو يتبرعوا. كنشكروا كذلك الاسوسياسيون ايفي ديال المهندسين المستقبل اللي ساعدونا باش نضمن هذه الحمله، وكنشكركم وكنقول لكم كل عام وانتم بخير. السلام عليكم، انا جيت نتبرع اليوم حيت كاين نقص بزاف الدم، وكنتمنى ان الجميع يجي يتبرع. وكنشكر بزاف الاسوسياسيون افي اللي عطاتنا فرصه باش نجيو نتبرعوا، حيت يعني جاوتنا هنايا في جامعه عبد الملك السعدي كاين خصاص في الدم، دونك خصنا نتبرعوا باش نقدروا الحياه الاخرين. انا طالب في كليه الاقتصاد، جيت اليوم في اطار هذا اليوم الوطني للمتبرعين بالدم لاتبرع بدمي، في اطار انه كاين بزاف المغاربه ديالنا كيجيو في السبيطارات كنا محتاجين الدم، نساندوهم ونعاونوهم، وهي صدقه جاريه كما يعلم الجميع. وشكرا جزيلا اليوم لتغطيته لهذا الحدث.